السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للوضعية التواصلية، وضعية تواصلية جديدة أنصح المندرجة ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الثالثة مجال التغذية والصحة، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأكتشف. إذا ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ صفية تتناول العسل. لاحظوا يديها متسختان، يديها متسختان. ونلاحظ أحد خادمات الملكة، أن ملكة النحل تخبر أن يد صفية متسختان. إذا ألاحظ في الصورة صفية تتناول العسل، وإحدى الخادمات في مملكة النحل تخبر الملكة بأن يد صفية متسختان. ألاحظ في الصورة صفية تتناول العسل، وإحدى الخادمات في مملكة النحل تخبر الملكة بأن يدا صفية متسختان. إذن بماذا يمكننا أن ننصح صفية؟ بماذا؟ ماذا سنقول لصفية؟ نقول لصفية: تجنبي الأكل ويداك متسختان، اغسلي يديك قبل تناول العسل. إذن بماذا ننصح صفية؟ تجنبي الأكل ويداك متسختان، اغسلي يديك قبل تناول العسل. إذا أعبر، لاحظوا معي الصور. في الصورة الأولى صفية يداها متسختان، في الصورة الثانية صفية تأكل العسل ويداها متسختان، في الصورة الثالثة صفية تشعر بالألم، تحس بالألم أين؟ في بطنها. إذا في الصورة الأولى يدا صفية متسختان، الصورة الثانية صفية تأكل العسل ويداها متسختان، الصورة الثالثة تحس صفية بألم في بطنها. إذا أتمم شفويا بما يناسب. صفية: أي أحس بألم. ملكة النحل: يا صفية، إن للأكل قواعد أو ضوابط. نقول: إن للأكل قواعد أو ضوابط أو قواعد، منها ملكة النحل: يا صفية، إن للأكل ضوابط، منها غسل اليدين قبل الأكل وعدم الإفراط فيه. إذن صفية: أي أحس بألم. ملكة النحل: يا صفية، إن للأكل ضوابط، منها غسل اليدين قبل الأكل وعدم الإفراط فيه. إذا هنا التمرين الأخير: صفية أكلت العسل بشراهة فأحست بالألم، فلننصحها. إذا صفية أكلت العسل بواحد الشراهة وفي الأخير يديها متسختان فأحست بالألم، فلننصحها. إذا يا صفية، تناولي العسل باعتدال فهو خير دواء. يا صفية، تناولي العسل باعتدال فهو خير دواء. ويمكن أن نقول: يا صفية، اغسلي يديك قبل تناول العسل وكليه باعتدال فهو خير دواء. يا صفية، اغسلي يديك قبل
تناولي العسل وكليه باعتدال فهو خير دواء. إذن يا صفية اغسلي يديك قبل تناول العسل وكليه باعتدال فهو خير دواء، أو يا صفية تناول العسل باعتدال فهو خير دواء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.